وليد زروق أن المؤسسة الأمنية قاعدة تشد في الإرهابيين وبأدلة، لكن من بعد القضاء يطلق سراحهم. كيف ثلاثة إرهابيين تم القبض عليهم في حديثة حمام الشط، لكن القضاء أطلق سراحهم. وحمل أيضا المؤسسة القضائية مسؤولية الكشف عن المورطين في تسريب التحقيقات، وهو ما اعتبره خيانة عظمى، وأشار إلى ضرورة بيان كيفية التعامل مع تنظيم أنصار الشريعة بعد تصنيفه كتنظيم إرهابي، وتسائل على كيفية التعامل مع ابن رئيس الحكومة علي العريض اللي حسب المعلومات اللي عنده هو قيادي في أنصار الشريعة، وطالبت نقابة الأمن الجمهوري على لسان الناطق الرسمي حسين السعيدي بإحداث قوانين واضحة تحدد عمل الأمنيين، خاصة في ظل التعليمات اللي مش واضحة أحيانا حسب تعبيره. وذكر كأمثلة وجود معلومات على وجود أسلحة في جامع الصبح اللي مقابل سفارة قطر، لكن جاتهم تعليمات باش ما يتدخلوش. أيضا وردتهم معلومات على أنه في دار سلاح القاسمي سلفي في سكرة موجودة الأسلحة، لكن وقت اللي الفرق الأمنية قالت تتحول جاتهم تعليمات في الطريق باش يرجعوا، وبعد ساعتين جاتهم تعليمات أخرى باش يعاودوا يرجعوا للمنزل للتفتيش، لكن ما لقاوش الأسلحة. النقابي الحبيب الراجدي أيضا تحدث على تواصل اختراق وزارة الداخلية، وبين أنه فما مستشارين في وزارة الداخلية ينتمون للترويكا هم اللي سيروا في الوزارة. أيضا بين أنه فما فرقة تابعة لمقاومة الإرهاب يرأسها محمد الخريجي، ولولا ولائهم للوطن لكانوا استقالوا حسب تعبير الحبيب الراجدي نظرا لسوء التصرف معهم. وأيضا أضاف أن الدعاة كيف عادل العلمي ما زالوا إلى حد الآن يدخلوا للسجون، وأكد على عدم حيادية عدد هام من المساجد. تطرق المواضيع هذه خلى بعض الحاضرين من الأمنيين يحتجوا واعتبروا أنه النقابة مسيسة، وهذا اللي خلى الاجتماع اليوم يتحول لتبادل اتهامات بين اتهام النقابة بأنها نقابة يسارية، وبين اتهام الأمنيين اللي احتجوا على المواضيع المطروحة بأنهم مندسين ومخترقين للنقابة.